وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا عقد كليم الله العزم على بلوغ مجمع البحرين بعدما أوحى إليه رب العالمين أن هنالك عبدا من عبادي هو أعلم منك آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما الحديث هنا عن الخضر عليه السلام الذي آتاه الله علما لم يؤته نبيه موسى علم القدر أي تفسير ما وراء الأحداث وتلمس أبعاد غير مرئية لما يجري في الكون من محن ومصائب فلما اجتمع كان في لقائهما إجابة عن أصعب أسئلة تراود النفس البشرية لماذا خلق الله الشر والفقر؟ لماذا يموت الأطفال مرضا أو جوعا؟ وهل من حق الإنسان أن يسأل؟ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الخضر عليه السلام وقد كان يمثل القدر في هذه القصة حذر موسى عليه السلام من أنك لن تطيق معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا إذ إن فهم أقدار الله هي فوق إمكانيات العقل البشري قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا تبدأ أحداث القصة على ساحل البحر حين مرت بالاثنين سفينة فكلموا أصحابها أن يحملوهما معهم لكن الخضر ما إن صعد إلى سطحها حتى ثقبها فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا موسى خالف وعده وغلبه فضوله فطفق يلوم الخضر على صنيعه قوم قد حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فلما ذكره الخضر بالوعد الذي قطعه قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا نزل من السفينة ولما كان يسيران أبصر الخضر غلاما يلعب فقتله راعى موسى ما رأى فخالف مجددا وعده قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا اعتذر كليم الله وتواصلت الرحلة حتى بلغ قرية عرف سكانها بالبخل ورفضوا إطعام الغريبين لكن الخضر رغم ذلك حين وجد فيها جدارا يكاد ينهار أصلحه فلما عاتبه موسى للمرة الثالثة قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا هنا
هنا تتجلى الحكمة في أقدار الله. أما السفينة فخرقها للتخلص من ظلم ملك، كان يأخذ كل سفينة صالحة من أصحابها ظلما وجورا. وأما الغلام فقتله لأنه كان جاحدا وأبواه مؤمنين، سيرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الجدار فكان تحته كنز ليتيمين، أرسل الله لهما من يحفظه حتى يشتد عودهما. ما حسبه موسى شرا تبين أنه خير. وكذلك نحن البشر، تمسنا الضراء فنجزع وننسى أن لنا ربا رحيما لطيفا بعباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.